البحث بتاعي اخد امتياز الحمد لله. ما فضلش بقى غير الجزء العملي والتطبيقي، وده ان شاء الله وانا بناقش الرساله لما يشوفوا ميشو ويشوفوا التغيير اللي حصل له. اهي ماما هكلمك بعدين، اصل ميشو جه وعايزه افرحه. ماشي سلام. شكلك مبسوطه قوي 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 قوي. البحث بتاعي اخد امتياز، ما فضلش بقى غير الرساله. بجد؟ اه بجد. الف مبروك. الله يبارك فيك. انما قولي هنا ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ حلو مش كده؟ تجنن. والهديه بقى اللي في ايدك دي لمين؟ ليك طبعا. ليا انا؟ طب فيها ايه؟ افتحيها وشوفيها. ايه ده يا ميشو؟ ما انا بقى بعد ما فكرت وفكرت لقيت نفسي خلاص مش قادر اخبى اكتر من كده. انت رحت بقى للدكتوره عصمت فقالت لي قول. قلت بس ما ادهاش بقى، انا لازم اقول. ساره انا بحبك وعايز اتجوزك. ايه؟ مش على طول، انا عارف ان انت مشغوله وانا كمان مشغول. بصي احنا هنعمل خطبه في الاول وبعد كده بقى الفرح براحتنا. ميشو انت فاهم غلط. جواز ايه وخطوبه ايه؟ انت بالنسبه لي مجرد حاله وبدرسها. حاله؟ ايوه حاله كنت عايزه اغيرها ونجحت في ده، واظن انك حاسس دلوقتي كويس قوي بالفرق. وبعدين ما تنساش يا ميشو ان انا ضابط شرطه وانت كنت مجرد حرامي مش كده؟ ميشو أنا فعلا دلوقتي بس حسيت بالفرق. بس عايز أقول لك حاجة، رسالتك فاشلة يا حضرة الضابط، لأنك بتكذبي على نفسك. إذا كنت أنت نفسك مش قادرة تنسي إن أنا حرامي، إزاي الناس هتنسى؟ بس على فكرة انت فعلا نجحت في تغييري، بس للأسوأ. انت بالنسبه لي مجرد حاله وبدرسها. وبعدين ما تنساش يا ميشو ان انا ضابط شرطه. بجرب فيك يا ميشو وبعد كده هترميك للقطه. احنا اتخلقنا عشان نتحب مش نحب. هتضربني ولا ايه؟ هكسر دماغك كمان. كل ده عشان خاطر يا ميشو. طول عمرك غلط، ولو ما رجعتش على اللي في دماغك ده يا ابني قلبي وربي هيبقوا غضبانين عليك ليوم الدين. ليوم الدين.
زي القمر والله العظيم يا عم انس. بس يلا بقى عشان ما تتاخرش. كان نفسي تكون معايا. وانا كمان، بس انت عارف بقى ما ينفعش اسيب الولاد في ظروف زي دي. لو ما عملتش كده ما تبقاش فاطين ابن اخويا. سيد عامل ايه؟ انا ما قدرتش اطلع له النهارده. اسكت يا عمي، مش كان هيموتني بالمسدس والرصاص كان عمال ايه يون حوالين وداني كده اهو، وده كله علشان قلت له ما تشربش يا بابا. معلش يا فاطين، احنا لازم نستحمله برضه لان اللي حصل له مش شويه. عندك حق يا عمي، ولو اني مش هقدر ابص له تاني لاحسن هو حالف ان اول ما هيشوفني هيقتلني وبيقول ان انا اللي عقدته. يلا ربنا يهديه بقى. روح انت بقى يا عمي وانا هخلص اكل واطلع على المستشفى. ما تنساش تقفل الباب وانت خارج. حاضر يا عمي، وحضرتك ما تنساش تسلم لي على اشجان هانم وفهم ابنها كمان. حاضر يوصل. يلا سلام عليكم. مع الف سلامة يا عمي، مع الف 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 سلام. استنى يا عمي. ربنا ييسر لك الخير يا رب، وربنا يهديك يا بابا ويبعد عننا شر المستخبي يا رب، وياخدك يا سمير يا سمير بزهق بسرعة. يا هلا الله اللي هنا. بوني بوني تعال. يا استاذ فطين والله العظيم ليك وحشه. تعال. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ؟ تاكل بصاره؟ بصاره لا ما بحبهاش. ولا هي كمان كانت هتعجبك. قول لي انت فين يا ابني، بقالك كتير قوي ما شفتكش. يعني بعد الحمد لله بقى سمعت كلام عم قلس وتوبت على السكه دي خالص وهي ماشيه. لا يا راجل، يا الحمد لله يا رب الحمد لله. عقبال عم ستيشن عشان يبقى فاضل بقى كده بابا يقوم يلاقي نفسه لوحده يقوم يتوب بقى هو كمان. الله، امال فين عم انس؟ مش شايفه يعني؟ عقبالك يا بونبوني، راح النهارده للعروسه بتاعته عشان يحدد ميعاد خطوبته. ايه ده؟ يعني انت هنا في الشقه لوحدك؟ خالص. طب غمض عينك بقى. ليه؟ عامل لك حته مفاجاه يا فطين كده. يا راجل ده انت حبيبي. ما نشوف مفاجاتك يا ابو مونا. يلا غمض عينك بقى. ايوه سلام. ايه دي؟ دي ازازه برفان دي؟ اه ده من الغالي. طب رش يا راجل، ايه البخل بتاعك ده؟ رش. ازود؟ اه يلا. ايوه تركيبه ولا جاهز البرفان ده يا ابو مونا؟ جميل. يلا مش عايز يا بونبوني. حلو. لا مش عايز اضغط، مش عايز اضغط. مش عايز بونبوني حبيبي. خلص يا نفس خلص. فوقوا. الحمد لله على السلامة يا عسل. حتى أنت يا بروتس، دي المفاجأة يا بونبوني، دي المفاجأة. بتخني، بتبيعني لشيكو مدريد التافه. بعت القضية خلاص. فعلا كما قال شكسبير، أحب الكل وثق بالقليل. ولا تعالى هنا لما أقول لك. هلا أنت هتعرق دم ولا إيه؟ ما تبطل بقى كلام الألفاظ اللي ما بيجيبش ولا يودي ده ولا أنا ما بفهموش، وخليني أعرف أكلمك. انزل إيدك. عايز إيه يا شيكو يا مدريد يا تافه؟ الراجل حسين المرشدي اتضرب بالنار، والراجل حسين المرشدي ده كان معاه شويه اوراق مهمه قوي تخص ناس كبارات في البلد، والورق ده يهمني. ممكن تجيبه لي؟ ورق؟ الورق الظرف البني. يعني انت اللي ضربته بالنار يا شيكو يا مدريد؟ يبقى انا اللي لازم انتقمله منك. لا بقولك ايه، بقولك ايه، لحد هنا وقف شنكي سكيه الا القتل. انا وصيته بس يا صاحبي. ها ولو عايز بقى اولاده ما يحصل لهمش نفس اللي حصل له، يبقى تروح تجيب لي الورق اللي هناك ويا دار ما دخلك شر. وانا اجيبهولك من انهي داية تاخدك؟
وانا اعرف مكانه. روح الفيلا قلبها اقلبها، هات عليها وطيه وهات لي الورق. ولو رفضت يا شيكو يا تافه هبلغ فريد بيه، وفريد بيه هيبلغ الرجاله الكبارات اصحاب الورق ده، والرجاله الكبارات زي ما حاولوا يقتلوا الراجل هيحاولوا يقتلوا عياله. عشان كده بقى انا مستنيك قبل نص الليل تجيلي ومعاك الورق، ولو ما جتش انا مش مسؤول. وقف سنجت اوكي. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ادي عليك بايه بس؟ لا يا ربي يبتليك باللي يضحك عليك ويضحك عليك خلقه. لا يا ربي اشوفك محتاج لبق ميه، بق ميه وتبقى الميه حواليك في كل حته ومش قادر تتحرك علشان تشرب. قادر يا كريم. ده يا فندم كل المعلومات من اداره البحث عن فريد الجندي. وايه علاقته برجال الاعمال دول؟ مشارك بعضهم في عدد من المشاريع وفي تقرير في الملف عن المشروعات. يعني ليه مصلحه في محاوله قتل حسين المرشدي؟ اكيد يا فندم. طب المراقبه تستمر عليه وبلغني اول باول. تمام يا فندم. فريد توفيق الجندي 12 قضيه ما بين نصب واحتيال وتزييف عمله وتهريب. ما شاء الله. اختفى لمدة 15 سنة ورجع بثروة ضخمة، ومشارك مجموعة من رجال الأعمال في عدد من المشروعات. واضح إن المرة دي لما رجع عارف هو بيعمل إيه كويس، ومسنود على رجال الأعمال اللي مشاركوا. بس حظك بقى، حظك إنك وقعت تحت إيدي. أنا متشكر يا فهمي يا ابني أوي على مواقفك النبيلة دي، وأرجوك اعتبرني صديق ليك، يعني إذا احتجت أي حاجة أنا موجود. وبالنسبة للأشجان هانم ما تقلقش، كن مطمئن عليها طول ما هي معايا، لأن هي تستحق ده فعلا. شكرا قوي يا أنس. أنا اللي بشكرك أستاذ أنس على ذوقك ده، وعايز أقول لك إني ما وافقتش إلا بعد ما اتأكدت فعلا إنك تستحق تبقى زوج لماما بعد بابا الله يرحمه، لأن اللي ربى وعلم شخص زي الأستاذ فطين أكيد يبقى جدير بالاحترام. شكر قوي يا فهمي يا ابني. يا ريت الخميس الجاي نعمل حاجة بسيطة كده، يعني على بال ما تكون انت جيت من اسكندرية. ولما توصل علا بالسلامة نبقى نكتب الكتاب. ما عنديش أي مانع يا أستاذ أنس، ألف مبروك. مبروك يا ماما. الله يبارك فيك يا حبيبي. بعد إذنك. اتفضل. مبروك يا أشجان يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا أنس. ايه يا ميشو قاعد لوحدك ليه؟ لا اللوزة انا فضيتها ولا حاجة. خلاص خلاص سيبوه يا رجالة،